السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبابي في الله. إن شاء الله هتحدث معكم عن أدعية زيارة المدينة المنورة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، على كل حال حمدا يوافي نعمته ويكافئ مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آداب دخول المسجد: فإذا وصل باب المسجد الشريف يستحب أن يقدم رجليه اليمين متواضعا بسكينة ووقار ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. تحية المسجد: يصلي تحية المسجد والأولى أن تكون في المصلى النبوي البرة وده الشريف، شكرا لله تعالى على هذه النعمة، ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة لنفسه ولوالديه وأقاربه وإخوانه ولمن أوصاه ولسائر المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد والصلاة والسلام عليك يا حبيبي رسول الله. معكم أم الصابرين للأدعية وتفسير الأحلام، والله أعلى وأعلم. وبآثاره مقتفي، ومتعنا اللهم بصحبته في جنات النعيم. أمين يا رب. سبحان من لبس المجد وتكرم به. أمين يا رب. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. أمين يا رب. سبحان الله. سبحان من لبس المجد وتكرم به. أمين يا رب. سبحان أمين يا رب. سبحان الذي أحصى كل شيء علما. سبحان الله. سبحان الله ملء الميزان. سبحان الله. ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وما خلق في السماء وفي الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك وعدد ما هو خالق. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعدد ما في السماوات والأرض وملء كل شيء والحمد لله. والحمد لله تملأ الميزان والله ولا أكبر إله ولا إله إلا الله. رب المساء والصباح سبحان الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. سبحان الأبدي، سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد. سبحان الله. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات. سبحانك ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المؤمنين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. لا إله إلا الله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، ويا رجاءنا إذا غلقت الأبواب. اللهم اجعل لي من كل هم وغم فرجا. اللهم أمين يا رب. أني جميع أمة المسلمين أجمعين. ومن كل فاحشة سترا. أمين يا رب. ومن كل عسر يسرا. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب. وإلى كل خير. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب وارحمنا. اللهم قومني فيه. أمين يا رب. أمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.